كوفيد 19 بعد تسجيل أكثر من 540 ألف إصابة و 7000 حالة وفاة منذ شباط 2020، الأرقام تتراجع اليوم ولبنان يعتبر بين البلدان الآن. فهل تدني حالات الكورونا يبرر التخفيف من وسائل الحماية؟ كل واحد مسؤول إنه يدرس الوضع تبعه. الناس خلص يعني صارت بطلت برايوريتي الكورونا لهم. معقول نجي على كارثة تانية إذا إجينا فاريانت جديد؟ كل العالم بصيروا يتطلعوا فيك إنه ليه بعدك حاطة الماسك، بدك تضطر تشيل الماسك. الكمامة تحمي، ولكن كيف ومتى يجب استخدامها؟ أهم شيء نستعمل ماسك نظيف. في مشاكل جلدية نحن عنا إياها بتكون بالإجمال بتتفاقم مع لبس الماسك. ولكن اليوم الخبراء يدقون ناقوس الخطر. فهل الوافدين إلى لبنان يحملون معهم كورونا والمتحول الهندي؟ لبنان اليوم يعتبر من البلدان الآمنة نوعاً ما من ناحية تفشي وباء كورونا، فهو بدأ ينحصر تدريجياً نتيجة المناعة الجماعية اللي اكتسبوها اللبنانيين، إن كان من تلقي اللقاح أو عبر الإصابة بالفيروس والتعافي منه. وأعداد الإصابات على انخفاض مستمر. نسبة الإصابات خفت، بس مثل ما انك شايفة كأنه ما أنا موجود الفيروس. كل الناس بس ديرت وعم ترجع تسهر وعم ترجع الحياة أحلى وأحلى. نحن عم نتطعم وتطعمنا وبدنا نقول لك كل الناس تطعموا. هلا أنا ما بقعد جاي أعمل هيك تور. ومن بعد سنة ونص من الحجر المنزلي والانقطاع عن الحياة، رجعوا الناس ظهروا، رجعوا للسهر، واكتظت المطاعم والملاهي. الصراحة ما كنت كتير حاطة الماسك، ما كنت كتير رش، ولا ما انصبت. So what are the odds؟ بس أنا مش عايش مع أهلي، وكنت أخذ ديستنس من أصحابي، ما كنت أقعد معهم. أول ما وصلنا كنا حاطين الماسك، بس بدك يعني كل العالم بصيروا يتطلعوا فيك انه ليه بعدك حاطه الماسك، بدك تضطري تشيلي الماسك. والمشهد يبدو وكانه لا وجود لكورونا نهائيا، فهل بالفعل اللي عم نشوفه سليم وامن؟ لا، المشهد اللي عم نشوفه منه سيف ابدا، خاصه اذا خرق شي فاريانت من شي بلد واجا لعنا ومنه هالفاريانت مغطى بالفاكسينيشن اللي عملناها أو بالناس اللي مرضوا يلي عندهم المناعة صارت جيدة جداً. إذا إجينا فارينت جديد، اللي عم نعمله والتصرف اللي عم نتصرفه هلأ منه تصرف آمن وسيف. يعني كل واحد مسؤول إنه يدرس الوضع تبعه. هيك يصير فيه نوع من فلتان وكلنا نعمل كل شيء لأنه نحن بدنا نفش خلقنا وبقى نتحمل. يعني نحن جي رح يعني للأسف رح أقولها، معقول نجي على كارثة تانية إذا إجينا فارينت جديد؟ لازم ننتبه، يعني مش انه الكورونا خلصت او ما في شيء، لا بالعكس الكورونا موجوده وعم نتعايش معها. صراحه الخوف دائما موجود، انه الخطر موجود وين ما كان من اول ما نظهر من البيت، بس انه قد ما فينا بناخذ احتياطاتنا، انه ماسك، ما بنروح على محل فيه عجقه. يعني نحن هلا جينا شفنا انه كثير عجقه هون، رايحين على مطرح ما كثير فيه عجقه. هلا عم يزيدوها زياده عن اللزوم، بس انه خف الخوف عن قبل. في كثير ناس صاروا فاكسينيه انا انكلودد، سو بلكي مثل ما شايف انا مثلا 200 كاب نهار اقل من 3000 كاب نهار، سو بلكي العالم شوي ارتاحت اكثر، صار فيهم يقربوا من بعض اكثر. بفتكر صار في هيدي المناعه الجماعيه مثل ما بيقولوا، انه الناس خلص يعني صارت بطلت برايورتي الكورونا لهم. بالرغم من انه الضغط والخطوره نوعا ما خفت ومع العودة التدريجية للحياة، ما هي الأمور التي يجب الحفاظ عليها لتجنب انتقال العدوى مجدداً بحال أصدنا مطعم أو مسبح أو ظهرنا بين الناس؟ هلأ زيت المبدأ، كل شيء outdoor أكيد أحسن من indoor. إذا بالبيستين قادرين نعمل هيدا التباعد فاين. إذا الواحد بده يروح يسبح لوحده ويروح بس إذا بده يقربوا على بعضهم بالبيستين ويحكوا مع بعضهم بده ينقلوا الفيروس، ما في ما ينقلوا إياه. الكلور بالمي، بس انه اذا انا عم بحكي مع الشخص هو مقابيلي وعم صرخ على البيسين لانه لازم طلع بوتلات ساليفير اكثر، دونك اكيد بده ينعدى الشخص اللي مقابيلي. لازم نضل محافظين على الماسك وعلى غسيل الايدين
بالكول او بالمي والصابون، والتباعد الاجتماعي لازم نضل محافظين عليهم. ارتداء الكمامة هو من أكثر الأمور أهمية للالتزام بمعايير السلامة، ولا يحمي الشخص نفسه وغيره من الفيروس. هو سلاح لا يمكن الاستغناء عنه بالوقت الحاضر، ولكن ببعض الأحيان يستخدم بطريقة خاطئة، ممكن يكون إلى انعكاسات سلبية على الشخص من دون ما ينتبه. ولكون نحن لوحدنا ما في لزوم أبداً للماسك. إذا أنا عم بعمل سبور لوحدي ما في لزوم أبداً لماسك. وإذا التقيت بأشخاص أو الأشخاص بعيد عني مترين أو ثلاثة متورة ما في مشكلة، يعني ما لازم يكون عندي كمان هاجس الماسك. يعني الماسك هو حماية، بس مش لازم يكون كمان كونترينت كل الوقت حاطه. بعدين هو بحد ذاته بيصير يسبب لك تعصيب وكآبة. بس في ناس كتير بيقولوا انه بيوطي الاكسجين وبأثر على الرواية، هيدا الشيء مش مزبوط. فيكم تحطوا الساتيرومتر بيضل الاكسجين تبعكم 99 او 98، ما بينزل الاكسجين انتم حاطين الماسك، وانتم حاطين الماسك وعم تركضوا ما بينزل الاكسجين. دونك مش هيدي المشكلة. هلا نحط ماسكين او ثلاثة او الى اخره، اكيد اذا في ماسك قماش القماش اللي موجود هيدا مش كافي، لازم يكون في ماسك ثاني معه، الماسك الشيروجيكال المعترف فيه. ارتداء الماسك لوقت طويل من دون نزعه لبعض دقائق بنهار نحن وبعاد عن الغير له تأثير على صحة الأسنان واللثة، وببعض الحالات بيسبب بحالة اسمها ماسك ماوث. اليوم كتير عم نسمع عن الماسك ماوث على السوشيال ميديا بالإعلام، خلينا نشوف شو أضراره المضبوطة وشو السبب يلي عم يخلي يصير في أكثر مشاكل بالسنان. عملية تغيير الهواء بداخل الماسك بتصير صعبة، بيصير نفس الشخص متقطع وبيسبب بجفاف بالفم، وممكن يؤدي لالتهاب باللثة ببعض الحالات. فما هي الأمور التي يجب تفاديها؟ يعني نحن بس نكون لابسين الماسك، تاني أكسيد الكربون عم نرجع نتنشأه، مشان هيك عادة عم نطلب إنه أكيد ما يظهروا لبرا كتير، أكيد ما يتعرضوا الناس للعالم برا أكتر، لحتى يقدروا يشيلوا الماسك وقت أطول ويقدروا يتنفسوا الأكسجين المزبوط. هلأ الدراسات بيّنت إنه نسبة الديوكسيد الكربون أو تاني أكسيد الكربون يلي عم يتنشأوا ما كتير بتضر الجسم، ولكن بتضر تم، لأنه بتغير الأس الهيدروجيني، يعني بتغير البي اش تبع التم تبع الميكروبيوم، يعني بتزيد نسبة البكتيريا بقلب التم. يعني التم ما عم يكون فيه بقلبه كتير ريق، وبس ما يكون في عنا كتير ريق بصير في عنا تسوس وبصير في عنا مشاكل باللثة. ما هي الأساليب اللي ممكن تجنبنا هالمشاكل؟ لازم يا أما نستعمل علكة خالية من السكر، لأنه بس نكون عم نعلق العلكة بتخلي غدد الريق تفرز ريق، وهالشي بيساعدنا لما يصير فيه تسوس. يا أما بدنا نشيل الماسك بعيد عن العالم ونشرب مي لنضل هايدريت. لريحة التم الكريهة لازم نستعمل علكة، فينا نستعمل ماوث ووش، يعني مضمضة للتم منجيبها من الصيدلية أو من سوبر ماركت. خلينا انهي بشي كتير مهم، إنه أهم شي نستعمل ماسك نظيف. شوف كتير عالم بيستعملوا ماسكات كتير مستعملين، هذا الشيء كتير غلط، لأن الماسك بيحتوي على بكتيريا ولازم نخفف قد ما فينا نسبة البكتيريا اللي عم تفوت على قلب التم. مع وجود الماسك على الوجه لساعات عديدة ممكن للبشرة أيضاً أنها تتأثر. المشاكل كلها بسيطة وبتتعالج، وأكيد ما بتمنعنا أنه نحط الماسك، هيدي أول شغلة. في مشاكل جلدية نحن عنا إياها بتكون بالإجمال بتتفاقم مع لبس الماسك، خاصة لفترات طويلة. تاني نوع من المشاكل اللي ممكن تصير هي سببها الماسك بحد ذاته، يا حساسية على مكونات الماسك، يا سببها طريقة اللي عم نلبس فيها الماسك، يا شدينه كتير على وجهنا، يا كتير رخوة على الوجه. نحن اللي بنلبس الماسك عم نخلق محيط رطب عم بيسكر على هيدي الجلدة، وعم نحكي عم نتنفس هيدي الرطوبة خلاص ترابت، يعني بتعلق بقلب الماسك، بتعرق الجلدة، بتزيد الإفرازات الدهنية عند الناس اللي عندها إفرازات دهنية زايدة، يعني على بشرة دهنية، والبشرة ما عم تتنفس. سو هيدا كله بغير كمان بالبكتيريا الجيدة اللي موجودة على الجلد، يعني عم بتغير المحيط اللي هي بتعيش فيه.
المشاكل الجلدية الشائعة هي ظهور حب الشباب، الحساسية، الأكزيما والوردية. فكيف ممكن العناية بالبشرة لتفادي هالأمور؟ الصبح قبل ما نحط الماسك نحن نطلب منهم يغسلوا وجههم بغسول مناسب لنوع البشرة. بعدين بدنا نحط مرطب مناسب كمان لنوع البشرة. فينا أكيد نحط واقي للشمس، بس كمان يكون منه سميك، ما يسكر مسام الجلد كمان بطريقة كبيرة. ننصح الستات والصبايا ما يلبسوا ميك أب سميك تحت الماسك، لأنه هذا كمان بيسكر مسام البشرة. إذا كان الماسك من النوع اللي بيتغير، يعني بدنا نكبه ريجولرلي، أكيد يكون استعمال مش كل يوم نستعمل زيت الماسك، لأنه كل هالإفرازات، كل هالأشياء اللي عم نحطها على جلدتنا عم بتعلق على الماسك. إذا كنا عم نلبس ماسك قماش بدنا نغسله ريجولرلي حتى كمان ما تعلق هيدي الأمور. إذا كنا بمكان آمن طبعاً لنقدر نشيل الماسك كل ساعتين لأربع ساعات، إذا منشيل الماسك تتنفس الجلد منساعد البشرة طبعاً. وباء كورونا ما زال موجود بلبنان وبالعالم، وممكن بأي وقت تظهر متحورات جديدة منه، فلابد من الالتزام بمعايير السلامة للوقاية من هالمرض. يكون في وعي كافي عند الإبيديميولوجيست بوزارة الصحة، كيف يتابعوا الأخبار العالمية وكيف يعطوا النصايح والإرشادات من شان الميدل إيست ومن شان مطار بيروت، مين يستقبل مين ما يستقبل وشو الفحوصات يلي لازم تنعمل. هيدا أول خط دفاع لإلنا. تاني خط دفاع لإلنا العلاج المبكر، شو ما كانت الفارينت بضل عنده فعالية وبيمنع أنه نتحول لتاني مرحلة من المرض. بالآخر الخير رح يغلب والخير عم بيغلب، من شان هيك ما لازم يضل عنا هالخوف من هالمرض. هيدا المرض مرحلة وقطعت، يمكن كان عنا النعمة أنه نعيش بهيدي المرحلة ونقدر نضل عايشين بهاي المرحلة. في كتير رفقة لقلنا وقرايب لقلنا خسرناهم بهيدي المعركة. الحياة رح تستمر، الخير حتماً رح ينتصر.